وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هاني، والنهارده بنبتدي زي ما تعودنا فقره الحلول والنصايح. والفقره النهارده هنتكلم فيها عن بعض الخضروات المحتاجين ان احنا نغسلها بعد ما نقطعها. عندنا مثلا الكرنب، سواء الكرنب العادي او كرنب السلطه، زي ما احنا شايفين كده لو غسلناها من بره مش هيحصل اي حاجه غير ان هي هتنضف من بره، بس من الداخل الحقيقه الكرنب طبعا هو عباره عن طبقات جوه بعض، وكتير من الوقت ممكن يدخل جوه سواء يعني حاجات مش نظيفة، طينة مثلا من الأرض أو تراب أو ممكن حشرات كمان تعمل يعني حاجة كده مسار ليها جوه. فبالتالي لو غسلنا بس يعني الخارج بتاعها كده مش هنبقى نظفناها خالص. فحاجة زي الكرنب مثلا نحاول نقطعها كده بالنص دلوقتي، طبعا كلنا عارفين شكلها ايه، لكن زي ما احنا شايفين كل الطبقات دي ممكن يكون دخل فيها حاجات مش نظيفة، فبنقطعها لشرائح بالشكل اللي احنا عايزينه، سواء شرائح تخينة رفيعة جوليان ايا كان، وبنغسلها وهي متقطعة. بالطريقة دي بنضمن ان الكرنب بتاعنا يبقى نظيف. في حاجات تانية برضو بتبقى بنفس الطريقة، الخس مثلا، خصوصا الخس برضو اللي بيبقى مدور اللي هو الايسبرج. الخس طبعا البلدي ممكن برضو بنقطعه، يعني بنشيل الورق بتاعه، بس بنشيلها ورقة ورقة لان تقطيعه ورقة ورقة بيبقى اسهل لانه مش متداخل مع بعض زي الخس الايسبرج او ما يسمى بالكابوتشا. حاجات تانية زي البصل الأخضر نفس الحكاية، برضو الكرات، كل الحاجات دي بيبقى فيه بين طبقات الخضروات دي تراب وطين وممكن حشرات، فيستحسن ان احنا نغسلهم بعد ما نقطعهم او نفرق الورق بتاعهم، مش وهم لسه قطعة واحدة. وبكده نكون خلصنا الفقرة، نطلع فاصل ونعمل الوصفة التراثية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة التراثية. والنهاردة عندنا وصفة القرموش. القرموش ده من كتاب الطبخ المصري وصف الأطعمة المعتادة في القرن الـ14. والوصفة شوية تشبه البقسماط وفي نفس الوقت تشبه الفطير المشلتت، يعني هي شبه شوية الفطير المشلتت في طريقة عملها، بس بتتقلى بعد كده وبتتقطع على شكل شرايط طويلة كده، فبتبقى شوية شبه البقسماط، فهي يعني حاجة بين الاتنين. بالنسبة للمقادير، عندنا مقادير القرموش نص كوب دقيق، عندنا مية ولبن للعجن حسب الحاجة، أو ممكن نستعمل لبن بس أو مية بس. عندنا 2 بيض ونشا للفرد، وسمن علشان نورق بيها العجينة بتاعتنا. وبعد كده طبعا عندنا زيت للقلي، وللتقديم عندنا عسل وسكر. هنبتدي بالعجين، هحط الدقيق وهحط معايا البيضتين، وبعدين لبن او مية او لبن ومية زي ما احنا عايزين، هحطهم شوية شوية، مش هحط كتير من الاول، نشوف الملمس، عايزينه شوية زي ملبس الفطير مشلتت، يعني حاجة تبقى نقدر نفردها بسهولة. Thank you.
هيحتاج لبن تاني. هبتدي ازود شويه ميه شويه شويه لحد ما يوصل للملمس المظبوط. اوكي، العجينه بتحتاج ان احنا نفضل نضربها لمده حوالي 7 دقايق او 10 دقايق لحد ما نقوي خيوط الجلوتين، لان احنا هنفردها جامد، ندهنها بالسمن، نورقها، فبتحتاج ان هي تبقى يعني مضروبه كويس وخيوط الجلوتين بتاعتها قويه. ودلوقتي ناخد العجين، الاول ادهن او ارش شويه نشا، على السطح اللي هفرد عليه العجين، وبرده شويه نشا فوق الوش، وابتدي افردها. طبعا لو في فرصه ان احنا نسيبها ترتاح هيبقى اسهل كتير الفرد بتاعها، لان هي بعد الضرب الكتير في العجان بتبتدي خيوط الجلوتين لما تقوى تبتدي تشد العجينة، فكل ما هفردها هترجع تلم نفسها تاني، لكن لو سبتها ترتاح لما بفردها بتفضل مفرودة بنفس الحجم اللي أنا فردتها بيه. نتأكد إنها مش بتلزق من تحت، وبنفردها في الاتجاه التاني. ما نشغلش نفسنا قوي ان الحروف تبقى مساوية قوي، لان احنا هنطبقها فوق بعض فالحروف هتتساوى بعد كده، بس نعملها يعني بالشبه كده، شكل مستطيل شوية بس مش لازم يبقى مظبوط قوي يعني. اوكي، دلوقتي هجيب السمن وهفرده طبقة في وسط العجين، وده اللي هيخلي العجينة بتاعتنا تورق. ودلوقتي هنقفلها على بعض بالشكل ده، نتأكد ان الحروف مقفولة كويس على بعض علشان السمنة ما تطلعش. ونبتدي نفردها تاني. هحط شوية سمنة كمان على الطبقة دي. وطبعا عدد الرقات اللي احنا عايزين نعملها يرجع لنا بقى، عايزينها مورقة قوي، عايزينها يعني مورقة بالعدد ده كفاية. انا هكتفي بدول، اقفل بس كل الحواف كويس.
نتأكد إن مش هتلزق مننا. وطبعا النشا احنا ممكن طبعا ندهن دقيق، ولكن النشا هيخليها مخرفشة اكتر، لان النشا لما بيتقلى بيدي خرفشة اكتر من الدقيق، فتبقى القرميش بتاعنا بتقرمش فعلا. عايزة ارفعها بس شوية كمان. هي محتاجة نحط شوية نشا كمان زي ما احنا شايفين عشان ما ارتحتش، بتلم كل ما بفردها بترجع تلم تاني. لكن لو ريحناها، وخصوصا كمان راحة بين كل تقليبة والتانية، يعني لما بنقلبها على بعض ممكن نريحها بعد كل مرة، بحيث لما نيجي نفردها تتفرد معانا بسهولة. اوكي، كده السمك بتاعها معقول جدا، والناحية التانية عايزة احط عليها برضو شوية نشا. دلوقتي هنبتدي نقطعها شكل البقسماط. هاخد ممكن سكينة، ممكن قطعت البيتزا، ونبتدي نقطعها شرايط بالشكل ده. انا بتخلص من الجنبين دول علشان شكلهم مش مساوي قوي، هاخد حته منهم نشوف درجه حراره الزيت معقوله ولا لا. اوكي، الزيت كويس. اطلع دول. وابتدي احط القرميش اللي جهزناها مع بعض. زي ما احنا بنشوف اول ما بتبتدي تستوي القرميش بتقب لفوق. وطبعا بنسيبها على النار لحد ما تتقرمش وتخرفش، و مش بنخلي اللون بتاعها غامق، يعني هي لونها بيبقى فاتح، ده جزء من يعني شكلها التقليدي. وبعد ما بتجهز بنرش عليها يا إما سكر يا إما بنحط عليها عسل، وده بيكون شكلها زي ما احنا شايفين. وبجيب عسل وبنزله عليها،
بيتهيألي حلو وسهل وبسيط، وتبقى حلوة مع الشاي في العصرية كده. ممكن طبعا لو حطينا السكر ممكن نحط معاها شوية قرفة، صحيح مش يعني التقليدي للوصفة دي، بس عموما أنا بحب أي حاجة يبقى عليها سكر يبقى معاها شوية قرفة كده، بيخلي طعمها جميل ومختلف وبيديها نكهة حلوة. أوكي، بقية العسل هنا، وبكده نكون خلصنا الوصفة التراثية. يا رب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفة العصرية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة العصرية، وهتكون رول القرفة الكبير. بالنسبة للعجين، هنا عندنا العجين هنعمله على مرحلتين: 1 كوب لبن خالي الدسم، 3 أكواب دقيق، 1/4 كوب سكر، و1 معلقة صغيرة ملح. فالمجموعة الأولانية دي احنا حطيناهم كلهم مع بعض وخلطناهم ببعض، وبنسيبها لحد ما تخمر. هيبقى عندنا العجينة دي بتخمر بالشكل ده، اللي هي الجزء الأول من العجين. لما تخمر بالشكل ده بنضيف عليها الكمية التانية من الدقيق اللي عندنا في الوصفة، اللي هي 3 أكواب دقيق تانيين. بنضيف عليها 2 بيضتين، 1 كوب زبدة، 1/4 كوباية لبن، و رشة ملح. دول هناخدهم نضيفهم على العجينة اللي هي الجزء الأولاني اللي خلاص دلوقتي خمران بالشكل ده، نكمل بيها. فدي كده العجينة زي ما قلنا على مرحلتين. بعد كده عندنا الحشو: 1/2 كوب عين جمل مفروم، 1 كوب سكر بني، 1/2 كوب زبدة، و4 معالق صغيرة قرفة. وللجليز عندنا 1 كوب سكر بودرة، 1 إلى 2 معلقة مية، وفانيليا حوالي معلقة. أوكي، زي ما قلنا إحنا هاخد مفروض في البول ده أحط الدقيق، 1 كوباية اللبن، الخميرة والسكر، ونسيبهم يخمروا بالشكل ده. هاخد بقى الخميرة اللي هي خلاص خمرت دي، أو العجين الجزء الأولاني اللي خمر، وهحط معاه بقية الدقيق. هحط معاه اللبن والبيض، وهبتدي اخلطهم مع بعض، وبعدين هزود الزبدة شوية شوية. Thank you.
اوكي، وهنفضل نضرب العجين حوالي 10 دقائق لحد ما تتجانس وتبقى عجينه ناعمه والخيوط الجلوتين بتاعتها قويه. وبعد كده طبعا بسيبها تتخمر وبتبقى بالشكل ده. انا حطيت الزبده في الميكروويف، عايزاها مذابه، هخلطها مع السكر البني، عين الجمل، القرفه، والزبده. وكده الحشو بتاعنا جاهز. أشيل دول من هنا علشان أوسع المكان. وهاخد شوية دقيق أحطهم على الرخامة و أنزل العجين فوقهم. أوكي، رول القرفة هنشكله بشكل مختلف شوية، مش شكل حلزوني زي احنا متعودين، علشان التغيير ما يبقاش كل حاجة بنعملها، حتى لو نفس الصنف بنعمله ونعمله بشكل مختلف شوية. عايزين نشكلها على شكل مستطيل، ونجيب الحشو نخلطه مع بعض. طبعا لو عايزين ندهن الزبدة الأول من غير ما نسيحها، ونحط السكر والقرفة والجوز فوقهم ممكن، بس كده بيتوزعوا أسهل بكتير. فأنا عادة بدوب الزبدة وبحطها بالطريقة دي، ونفردهم. هذا العجين وبعدين هنطبقه على ثلاثة. ونفرد اوكي، وهرجع اطبقه على ثلاثة تاني. حط شوية دقيق تحت، اتأكد انه مش هيلزق.
ونفرد. كده بقى عندنا كذا طبقة من العجين والحشو. عايزين نرجع نرفعها شوية وبعدين هنبتدي نقطعها شرايط. اوكي كده كويس. اجيب الصينية وهبتدي اقطعها شرايط. اوكي وهناخد شريطة شريطة ونلفها بالشكل ده. اوكي لو شايفين الرقات بتاعت العجين والحشو، اوكي زي ما احنا شايفين في كذا رقة، وده هيدينا شكل حلو وطعم لذيذ لان الحشو السكر البني والقرفة والجوز والزبدة هيبقوا متوزعين في العجينة كلها، وكل قطمة ناخدها هيبقى فيها كل الطعم. خلاص اخر ثلاثة بعد دي، مش لازم يبقوا يعني مساويين قوي لان احنا لسه هنحطهم مع بعض ونلفهم مره كمان، فيعني مش لازم يبقى بالظبط كل واحده زي الثانيه. اوكي واخر واحده. اوكي اجيب الصينيه وابتدي احطهم فوق بعض. بالشكل ده نجمعهم شوية وبعدين هنلفهم كلهم بنفس الطريقة اللي لفينا بيها كل واحدة فيهم. اوكي بالشكل ده. نتأكد انهم مسكوا في بعض. اوكي وكده عندنا رول القرفة الكبير. طبعا بما ان العجينة دي فيها خميرة يبقى لازم نسيبها لحد ما تخمر، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 وهتقعد في الفرن حوالي نص ساعة. اشيل دي دلوقتي. وده بيكون شكل رول القرفة بعد ما بنطلعه من الفرن. ودلوقتي فاضل نعمل له بس الجليز. عندنا السكر البودرة حطيته هنا، حط معاه الفانيليا
ومية هنضيفها شوية شوية. ونقلب السكر، نتأكد ان السكر كله اختلط كويس مع المية والفانيليا. طبعا احنا لو عملنا السكر بالمصفى الاول بحيث ما يبقاش فيه كلاكية خالص بتبقى اسهل من كده. اوكي، ودلوقتي الجليز كمان جاهز. طبعا الفانيليا هي اللي عطيه له اللون البني الفاتح ده. ونبتدي نحط الجليز على رول القرفة. ودي طريقة مختلفة ان احنا ناكل رول القرفة او السينامون بان عن شكل الحلزوني اللي عادة بيتقدم بيها. وزي ما قلنا هتبقى كده الحشو كمان متوزع حلو قوي في العجين. فكل قطمة يطلع فيها طعم الحشو. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا فيها رميش وعملنا فيها رول السينامون الكبير. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خير الله إن شاء الله. Thank you.